انا كون حميد المهداوي النصيحه ديالي يجمع القش ديالو يمشي بحالو للخارج. هو معتقل راي سابق، هو عنده سهوله باش يعطيوه اللجوء السياسي. حميد المهداوي عنده السهوله باش يعطيوه اللجوء السياسي. اخي مشيش لفرنسا، مشيش لاسبانيا، مشي لدول اخرين، يعطيوه لجوء سياسي ويعمل الخدمه ديالو. يرجع بحال ديك معتز ماطرياك ديك المصري، هو عنده شي مليون والزياده ديال المتتبعين ياك في يوتيوب. واش كتسنى سي حميد؟ عمل بحال ديك ناصر ديك الصحفي المصري، ولا ديك الصحفي المصري اخر معتز مطر، شنو غاديش نقولك؟ انا القاعده القانونيه هي قاعده يا اسمعوا المعلومه المغاربه شحال مهمه. قاعده ما معناش كنشرحوا لمن؟ لتونس، كنشرحوا للمغاربه. من المغاربه كلهم مع المهداوي، اذا هذا الحكم لفائده من؟ وعطيني واحد في المغاربه يكتب لك يقول لك المهدي كله المغاربه. اذا هل انا ارتكب جريمه الحق؟ شنو هو اتالم للاستهداف البشع اللي كتعرض له المؤسسات في البلاد وفي غالب الحالات من خارج المغرب، وواحد القذف وواحد الشيطنه وهاد المؤسسات الامنيه ديال المؤسسات السياديه بدون معطيات موضوعيه. فاذا خص ما يمكنش نبقاو كنتفرجوا في بلادنا في ملكنا في مؤسستنا الدستوريه وهي كتسب وكتبهدل والناس كيبحثوا كل واحد لاعتبارات اخرى. وبالتالي كذلك ما يمكنش الا نكافحوا لكي تتوسع هوامش الحريه. ولكن الحريه ماشي هي السيبه، الحريه ماشي هي الفوضى. كاين ميثاق اخلاقيه المهنه، كاين صحافه كنعتزوا. فاذا ينقصنا واحد الحوار في هذه البلاد لكي نجد التوازن الدقيق بين تمكين صحفيين وصحفياتنا من ممارسة المهنة ديالهم بكل حرية، ولكن دون أن تتحول هذه الحريات إلى اعتداء على الحياة الشخصية للناس، إلى النيل من الناس. إذا تخصو يكون القانون. ثانيا ما يمكنش نقولوا أنه شي صحفي عنده شي حصانة ما يقذف ويسب ويقول ما يشاء بلا وثائق بلا كذا إلى آخره. فهذه اللحظة اللي أعتقد اليوم خصنا في هذه اللحظة التاريخية للمغرب يتحول سجوج، خصنا هذا الموضوع ديال الحريات وديال ممارسة الصحافة وديال كذا خصنا نديرو فيه واحد الوقفة. ثانيا خصنا كذلك أن نجد الصياغ المالية لدعم الأحزاب. ومرعبة ومرعبة بكل، وهنا غنوقف شوية. فضيحة مرعبة مرعبة بكل ما تحمل الكلمة معنى، خاصة أنه لم يتم البت فيها. فظهر بأن هناك تطبيع مع الفساد وهناك موافقة على الفساد خطيرة جدا. وأنا ظهرت تسجيل صوتي كيقول من تحتها، كيقول في ذاك التسجيل الصوتي وكيهضر مع شي واحد في مكالمة منسوب ليه تيقول له واحد المير معروض على القضاء غنحلوه من تحتها. قال غادي نحلوه من تحتها، غنحلوا ملف معروض على القضاء من تحتها. لم يبت فيه ولم يوضح فيه رغم الجدل اللي خلقوا هذا الملف، لان هذا نقاش خطير. وخا داك الشخص يتحكم عليه 10 سنوات وخا يتحكم عليه لاحقا ما نبغيولو حتى بالاعدام، ما يمكنناش نغطيو على التصريح ديال من تحتها بحكم قضائي اذا كان يعني شي واحد كيفكر بهذه الطريقه. فمن تحتها نقاش في غايه الرعب وغايه الخطوره. ما عمر المغاربه في حياتهم سمعوا تسجيل صوتي ديال وزير العدل تيقول مع شي مواطن وخلينا نحلوها من تحتها، وترك لبسا في قناعات الناس، ولم يكلف نفسه السيد الوزير ولا ديوانه ولا الحكومه توضيح ماذا يعني به تحتها، وكان الفساد والتعايش معه امر عادي وعادي جدا. اعلن تضامني المطلق مع حميد المهداوي، ليس كانسان ولكن كصحفي مغربي. في الداخل ديالي كنضحك، ولا عمري شفت حكومة ضعيفة ضعيفة بحال الحكومة اللي كاينة دابا في المغرب، ولا عمري شفت شي وزير مبهدل مينابل انكومبيتون وضعيف ضعيف ضعيف بحال هاد وهبي. هذا وهبي ما طلعتيش راجل، ما عمرك ما كنتي راجل، طلعتي شقنا
وسبحان الله العظيم شوف شكون اللي جابك. جابك واحد السيد من الشعب الظريف كما كيقول، خارج من الفيلاج من قريه صغيره، هذا طلع راجل عليك. جابك واحد السيد قاري قاري وراء بلي بروف سيانتيفيك ماتيماتيك. كلهم متواطئون والبي جي دي اكبرهم، واقولها لانه كان يكون راجل يقول اسمحوا لي ما لعبش، ولكن هو قابل لعبه، قابل لعبه وقابل يبيع المغرب البي جي دي. ناس مهووسين بالكراسي صدقوني. انا كنقول كلشي مشارك في اللعبه، كلشي شارك في الجريمه ضد هذا المواطن هذا صدقوني. كلشي شارك، اللي ما شارك في الصمت راه شارك بالمال، كلشي شارك. هذه جريمه، جريمه كبيره. بالمشاريع انا سيدي ما باغيش كاع مدرسه، ما باغيش الطرقات، انا خارج لي بلادم. واش غدير لي البرج ولا مثلا دير لي التي جي في وبلادم في الحبس؟ لا قيمه للتي جي في. اولويه دابا الافراج، ولا عيد الميلاد ولا احتفال بعيد العرش خارج الافراج. الازمه كيف ما تيقول حميد، الازمه والبؤس والرعب في المغرب. انا كنت كنختلف معاه في هذه النقطه هذه، وكنقول ليه لا علاش كتعتبر، علاش كتستعمل هاد المصطلحات ولا هاد المفاهيم القاتمه؟ ولكن اليوم انا نتفق معك من خلال المحاكمة ديالك على أنه فعلا كان رعب، ولأن فعلا الوضع قاتم حميد في البلاد. عندك الصح، وكنعتذر لأنني اختلفت معك في هذه الصور المأساوية اللي كنتي كترسم على البلاد، وعلى أنه الاعتقال هو جبن. العدالة المغربية، واحد دقيقة الصمت. اليوم الخوت النظام المغربي الديكتاتوري الشمولي كيطحن حميد المهداوي. الآلة القمعية ديال النظام الديكتاتوري كطحن حميد المهداوي. اليوم الخوت المحكمة كتحكم على حميد المهداوي بالحبس، عام ونص ديال الحبس، كتضربو بعام ونص ديال الحبس، وكتضربو ب 150 مليون كتعويض للوزير وهبي. واش هادي عمرها وقعت في سنوات الجمر والرصاص؟ ياك سنوات الجمر والرصاص، عطيني شي وزير جمر والرصاص خرج كيأثر. كان كيوقع الاختطاف، وكان كيوقع التعدد، وكان تيبقى الانسان 8 شهور وعام هو في الحراسه النظريه. معمر كانت النخبه اللي كتحكم. شوف اخوتي، وزير مين معروض على القضاء وخرج كيهضر فيه، ماشي كيهضر، كيسب وكيبتز وكيهاجم وكيقذف وكيحقر وكيتعالى علينا. انا ما مشيتش للقضاء، وعلاش انا غنمشي للقضاء وماشي ملزم؟ الاستاذ وحقوق المواطنين تهدر، والسجناء والمتقاضين، والحكومه تدشن المحاكم، والمحاكم فارغه على عروشها. في سابقه لم يحدث اي استهتار في تاريخ المملكه المغربيه بالمواطنات وبالدستور وبالقانون.